أكد الانطلاق أيها الحبل الكريم في هذه اللحظات شوطنا الخامس في مجموعة الصعود في هذه الإثارة. وبهذا الانطلاق المستمر ناخذ مقدمة الشوط مع سرابة سعيد بن سالم بن راشد الدرعي من يقدم سرابة على المركز الأول، بينما شاهنية على مستوى المركز الثاني، علي بن راشد بن مفتاح الشامسي المركز الثالث. شوف التقدم وشوف الإبداع في هذه الإثارة وبهذا ايضا الانطلاق في هذه اللحظات. ما شاء الله شوف الحضور وشوف الابداع، 140 ما شاء الله اسم المشاركين ايضا ياتي كذلك في هذه الاثاره وبهذا الانطلاق المستمر ما شاء الله. احمد بن سالم بن عوض الاكتبيه تقدم بدوره، لكن ايضا وصول واثاره في هذه اللحظات ما شاء الله. شوف التقدم يبدو ان هناك ايضا بن عنودي يتدخل من الطرف الاخر في هذه الانطلاق وبهذا الابداع ما شاء الله. شوف القدوم وشوف الهجوم ما شاء الله. هذه هي الشاهنيه الطهميمه بن حمد بن عنوده العامري تتقدم في هذه الاثاره وبهذا الانطلاق المستمر ما شاء الله. يابر بن صالح بن يابر العامري ياتي كذلك بدوره في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق ما شاء الله. اللحظات الاخيره والاكتبي محاولاته مستمره، ولكن بن عنوده لا زال مع المركز الاول. يقدم الشاهنيه طهميمه بن حمد بن عنوده العامري، لكن الاكتبي بدا يدخل في هذه اللحظات وبهذا ايضا التقدم ما شاء الله مع المركز الاول. احمد بن سالم احمد بن عوض بن سالم الاكتبي يتقدم بدوره في هذه اللحظات مع الشاهنيه على مقدمه الشوط مع المركز الاول ما شاء الله. شوف الانطلاق وشوف الابداع في هذه الاثاره واللحظات الاخيره وخط النهايه. الاكتبي مشكور على هذا الرقص الجميل، تهانينا وناموس لحظات الوصول العبور نحو خط النهايه مع الشاهنيه. ايضا هناك احمد بن عوض بن سالم الاكتبي فتهاني وناموس المكة الثاني ايوه الحبل الكريم دخلت مع طهميمه بن حمد بن عنود العامري، والمركز الثالث عند يابر بن صالح بن يابر العامري. هذه هي نتائجنا توقيتنا الزمني في هذه اللحظات 2:11.